بونسوار. ميلاد مجيد للجميع. طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. التفاصيل اكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقره صوره وشمسيه. اليوم وصلتنا صوره من زياد، برجع بذكركم بموضوعنا لهالشهر وصور عن زينه العيد. من بعد فقره صوره وشمسيه منروح هلا على الدول العربيه تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهره 21، 17 بتونس 22 درجه بالرباط، 17 ببغداد، 16 بدمشق، 20 درجة بالقدس، والختام بالدول العربية بيكون مع الكويت 17، 18 بالدوحة و14 درجة برياض. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام مبلش غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، طيب جاي يتحول إلى غائم مع احتمال لأمطار متفرقة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها لل 20 درجة، أما أدناها لست درجات. الرطوبة عم بتسجل أقصاها 65%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 35 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين ال 4 وال 13 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها لل 18 درجة، أما أدناها لل 4 درجات. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من الشمال مع عكار 17، 19 بطرابلس، 7 بالقرس، 16 درجة بالكورة، 15 بالهرمر، 16 بالقاع، 13 ببعلبك، 12 درجة برييق. منكمل عجبال 19، 9 بميروبا، 20 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 20 درجة، وطقسها عم بيكون غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، 18 بزحلة، 17 بشتورة وبعنجر، 20 درجة بمشغرة، جزين 17، 16 برشية، 17 بمرجعيون، 16 درجة ببنت جبال، والختام عم بيكون مع بيت الدين 15 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و20 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، ترجع يتحول إلى غائم مع احتمال لتساقط أمطار متفرقة لنهار السبت وفجر الأحد. لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها لل 20 درجة، أما أدناها ل 9 درجات. عم بيكون في عنا استقرار لنهار الأحد والتنين للحرارة، والحرارة عم توصل أقصاها لل 20 درجة، أما أدناها لل 14 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين ناقص 1 و 7 درجات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، بعتوا لنا صوركم على أكونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبلكيشن. أكيد شو ما كان طقسكم المفضل، لاقونا على طول على المستقبل.